بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأعزاء، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أشهر قاعدة في القانون المصري. كلنا بنردد هذه القاعدة، وأغلب الأحكام التي يصدرها القضاء تتضمن الإشارة إلى هذه القاعدة، وهي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وعلى الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين التخلص من هذا الالتزام. ده هيقودنا على طول للحديث عن قانون الإثبات فيما يتعلق بوسائل الإثبات. الهدف النهاردة من هذه المحاضرة إن احنا نقول كيف تطوع وسائل الإثبات عشان تكسب دعواك. طيب، بداية، ما هي وسائل الإثبات؟ نقدر نحددهم في 8 وسائل. طيب، وسائل الإثبات وردت في القانون لكي يعمل بها باعتبار أنها من النظام العام؟ لا طبعا، للمحكمة السلطة التقديرية في استخدام وسائل الإثبات كما يتراءى لها، وفقا لظروف الدعوة، وفقا للمستندات، وفقا للأقوال، وهكذا. طيب، نقدر نقول بقى ما هي وسائل الإثبات اللي احنا عارفينها واللي نص عليها قانون الإثبات؟ أول وسيلة وأشهر وسيلة في قانون الإثبات الكتابة، زي ما بنشوف حضراتكم عقد البيع مكتوب، عقد الإيجار، عقد الشركة، عقد الهبة، عقد الوصية. في جميع الأحوال الكتابة هي الوسيلة الأضمن والأأمن في مجال التعامل القانوني. وأيضا بالإضافة إلى الكتابة، هناك ما يسمى مبدأ الإثبات بالكتابة. مبدأ الإثبات بالكتابة إيه بقى؟ مبدأ الإثبات بالكتابة هنتكلم تفصيلا. خلينا الأول نذكر عشان ما ناخدش في جزئية على حساب الباقين، خلينا نعرض الأول لوسائل الإثبات ثم نتحدث تفصيلا عن كل وسيلة من وسائل الإثبات، وإذا لم يتسع الوقت فإن شاء الله نخصص حلقة أو 2 أو 3 للحديث عن وسائل الإثبات. قلنا الكتابة، تاني حاجة شهادة الشهود، تالت حاجة القرائن، رابع حاجة الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به، خامس وسيلة الإقرار، نمرة 6 اليمين، نمرة 7 المعاينة، وأخيرا نمرة 8 ندب الخبراء. يبقى احنا عندنا وسائل الإثبات 8، هنقولهم تاني انهم في منتهى الأهمية ولازم نبقى عارفينهم، ولازم عارفين ازاي نتعامل معهم ونستخدمهم صح عشان نكسب القضية. يبقى الكتابة، 2 شهادة الشهود، 3 الإقرار، 4 قوة الأمر المقضي به، 5 المعاينة، 6 الخبراء، 7 الإقرار، وآخر حاجة القرائن. أيا ما كان ترتيبهم، طبعا هم ملهمش ترتيب في القانون، لكن إحنا لازم نبقى عارفينهم، ولازم نبقى عارفين كل واحدة منهم ماذا تعني وكيف يمكن التعامل من خلالها. طيب، هنمسك أول وسيلة من وسائل الإثبات وهي الإيه؟ الكتابة. الكتابة زي ما قلنا هي الدليل الأكثر شيوعا وأمنا في التعامل القانوني، لأن أغلب العقود بتبقى مكتوبة. طيب، كيف تتعامل كخصم بقى مع عنصر الإثبات بالكتابة؟ يعني لو قدم عقد بيع مثلا عرفي، كيف تتعامل معه إذا ما كنت تريد أن تطعن عليه أو يعني تضحضه؟ بتعمل إيه؟ لك أن تطعن عليه بالإنكار، وللورثة الطعن على توقيع مورثهم بالجهالة. طيب،
في طريقة تانية يمكن الطعن على العقد العرفي بالتزوير صلبا وتوقيعا أو صلبا فقط وهكذا. طيب إذا كانت الكتابة قد وردت على محرر أو عقد موثق أو عقد رسمي، هل يجوز الطعن عليه بالإنكار أو الجهالة؟ لا طبعا لا يجوز الطعن عليه إلا بالتزوير. طب إيه هو العقد أو المحرر الرسمي؟ ده العقد أو المستند أو المحرر اللي بيتم إثباته أمام موظف مختص سواء في الشهر العقاري أو غيره، ولكن هذا الموظف معترف به أن ما يتم أمامه فهو شيء لا يمكن الطعن عليه لأنه ثبت محتوى أثبت محتواه في دفاتر رسمية. طيب هنتكلم عن نقطة جميلة جدا غير الكتابة، وهي مبدأ الثبوت بالكتاب. ما معنى مبدأ الثبوت بالكتاب؟ في حياتنا العملية ممكن اتنين يكونوا قاعدين بيتحاسبوا مثلا، فيبدأوا يكتبوا ورقة كده في زي كشف حساب، انت عليك كذا وانا عليا كذا، فالورقة دي وهم بيكتبوها محدش يمضي عليها لكن بتبقى زي مسودة. ممكن واحد قاعد يعمل فكرة مشروع هو واحد شركة ويبدأوا يخططوا للكلام ده على ورق من غير توقيعات. الورق ده بقى البسيط اللي اتكتب بينهم ده، سواء كانت مسودة فكرة مشروع أي علاقة كتبت، من الممكن أن تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. طيب الورقة دي تخيلها ازاي؟ ممكن الورقة دي يبقى انت كتبها بخط ايدك او خصمك بلاش انت، مكتوبة بالخط اليد ومعلهاش توقيع، ممكن يبقى توقيع ومش مكتوب حاجة، وطبعا مش مطعون على التوقيع باختلاس التوقيع، واحد ماضي بس مفيش حاجة، دي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتاب. في كمان صور اخرى زي المذكرة اللي بيكتبها المحامي وبيقدمها بتعتبر مبدأ ثبوت للكتابة بالنسبة لموكله، لأن هو بينسب لموكله أمور أو بيدفع بأمور، هذه الأمور من خلال المذكرة يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة. أيضا المحاضرة الإدارية ومحاضرة التحقيقات وتقدير محاضرة الإدارة ومحاضرة التحقيقات، الكلام ده كله المحكمة هي التي تقدر عما إذا كان يدخل ضمن مبدأ الثبوت بالكتابة من عدم. طيب إذا اعتبرت المحكمة أن هذه الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة فبتعمل إيه؟ بتاخد بيها على طول؟ لا طبعا، بتحيل الدعوة للتحقيق لسماع شهود لدعم هذه الورقة أو دحضها وتفنيدها. يبقى كده احنا اتكلمنا عن العنصر الأول وهو الكتابة ومبدأ الثبوت بالكتابة كإحدى وسائل الإثبات في القانون المصري. هنتكلم عن الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات في القانون المصري، وهي من أشهر وسائل الإثبات في القانون، وهي شهادة الشهود. وعايز أقول لحضراتكم إن شهادة الشهود في قانون الإثبات القانون تناولها في 37 مادة. لو حضرتك قريت قانون الإثبات هتلاقي من المادة 61 للمادة 98 كل هذه المواد تتحدث عن ضوابط شهادة الشهود أمام المحكمة، مواصلة صفات الشاهد المفروضة، يتعامل إزاي المحكمة، بتتعامل معاه إزاي، إزاي المحكمة بتاخد أقواله، الأقوال اللي بيقولها إزاي المحكمة بتقيمها وتقدرها. موضوع كبير جدا يحتاج لوحده 3-4 محاضرات عشان نتكلم عن شهادة الشهود، لكن إحنا هناخد الموضوع إجمالا إزاي أتعامل مع الموضوع ده بذكاء عشان أكسب القضية. فبنقول أنه إذا أحالت المحكمة الدعوة إلى التحقيق وطلب منك، إنك مش منك أنت كمحامي، من موكلك إن هو يستعين بشهود لإثبات دعوة أو النفي، يعني ما بنتكلم عن الأمرين سواء هو مدعي أو مدعى عليه. الشهود هنا بقى لما بيجوا المفروض المحكمة محددة هي عايزة تسألهم في ايه، يعني في الحكم، حكم التحقيق
القاضي بيبقى محدد الشهود عشان نسأل في 1 2 3. فالنقطة بقى المهمة جدا، وعلى فكرة النقطة دي أنا حريص إن أنا أنفذها في كل قضايا فيها شهود. هل أنت كمحامي تطلب مقابلة الشهود وتتكلم معهم ولا لأ؟ طبعا واحد دلوقتي هيروح يقول لك لا اوعى تتدخل في اقوال الشهود حرام. انا مش بقول اتدخل في اقوال الشهود، الشهود دول ممكن قوي يكونوا لاول مره بيمثلوا امام المحكمه، ففي نوع من الرهبه اللي بتنتاب الشاهد اللي بيحضر لاول مره، فيبقى مطلوب من حضرتك لازم تقابله. لا تقابل الشهود ليه بقى؟ مش عشان تقول له حاجه ولا تلقنه حاجه ولا حتى تتدخل في شهادته، لكن عشان تفهمه هو رايح يعمل ايه والمحكمة هتعمل معاه ازاي. اما الحقائق اللي هيقولها او الامور اللي هيتعرض ليها دي بتاعته هو. يبقى اول حاجة لازم تقابل الشهود. نمرة 1 عشان تزيل من نفوسهم الرهبة والخوف من الحضور امام المحكمة اللي المحكمة لها هيبة. تاني حاجة لازم تعرفهم المحكمة عايزة منكم ايه، يعني المحكمة طلباكم عشان تسألكم في ايه. انتوا مش رايحين القاضي على هواء، القاضي نفسه مقيد بخط معين ذكر في حكم التحقيق. لازم انت كشاهد تبقى عارف انت رايح هتسال في ايه، لان ممكن تجيب شاهد وتقول له المحكمه يقول لك لا والله ما عنديش معلومات في الموضوع ده، قول له متشكرين. يبقى انت ما تهدرش الفرصه في انك تحضر شاهد ما هوش عارف المعلومه او مش جاهز بالمعلومه. يبقى لازم الشهود يكونوا حضروا وسمعوا الى حد كبير عشان يفيدوا القضية اللي انت بتعمل من اجلها. كمان لازم تفهم الشاهد ان اللي شاف اقوى من اللي سمع بس، واللي شاف واللي سمع مع بعض ده يبقى قمة الشهادة الصحيحة او القوية امام المحكمة. وبهذه المناسبة يعني من الطرائف ان طلبت من احدى الزوجات في قضية اعتراض على انذار طاعة انها تجيب 2 شهود، فاحضرت الـ2 شهود. وانا بصراحة بتكلم معهم قبل الجلسة بوقت بسيط يعني، فواحد منهم قال انا جاي عشان اقول للمحكمة ان هو تنازل عن شقة الزوجية لصاحب الملك. قلت له جميل، بس افرض المحكمة ما سألتش بس في الحتة دي، انت لازم تبقى انت جاهز. قال لا انا معرفش غير الحكاية دي بس. فما كانتش فيه فرصة ان هم يعني يستعينوا بشاهد اخر. فحضرنا الجلسة وفوجئت بهذا الشاهد، كل ما القاضي يسأله سؤال الشاهد يقول معرفش خالص، ما بيعرفش. قال له انا جاي عشان اقول كده. قال له انا مش عشان اقول يعني ان هو تنازل عن شقة الزوجية. قال له انا مش طالب دي دلوقتي، انا مش عايز اعرف دي دلوقتي، في مستند رسمي يتقدم بالحكاية دي. فيبقى من هنا لازم نأكد على ان الشاهد لازم يبقى فاهم هو رايح ليه، ولازم يبقى فاهم هو المطلوب انه يقول الحقيقة، لكن يقول الحقيقة بشكل يصل الى المحكمة بعيدا عن استخدام اي شاهد لمجرد ان هو يجي ويقول اي كلام او يقول معرفش زي اخونا اللي كنا بنتكلم معاه ده. استكمالا للحديث عن شهادة الشهود، هنقول ان من اطلاقات محكمة الموضوع ان هي تحيل الدعوة للتحقيق. هي ليست ملزمة باجابة الخصوم لحالة الدعوة للتحقيق، هذا الامر يرجع لتقدير المحكمة. طيب ايه الحالات اللي في الاغلب المحكمة بتحيل فيها الدعوة للتحقيق؟ المحكمة بتحيل الدعوة للتحقيق في زي ما قلنا في مبدأ الثبوت بالكتابة، لان دي ورقة بس المحكمة عايزة تطمئن ان هي فعلا يعني ربطت علاقة بين طرفين ولا لا. كمان المحكمة بتحيل التحقيق في حالة وجود المانع الأدبي. يعني ايه المانع الأدبي؟ يعني لو واحد بيتعامل مع أخوه أو زوجته أو والده، أحيانا بتبقى فيه علاقات وتعاملات قانونية، ولكن نظرا للمانع الأدبي بيضطر ان هو ما يكتبش ورقة أو ما يعملش عقد أو حاجات زي كده، فده مش معناه ضياع الحق. ففي الحالات اللي زي دي يجوز للمحكمة أن تحيل للتحقيق لإثبات الواقعة اللي مش معمول بشأنها عقد أو مكتوب بشأنها مستند. كمان ممكن يبقى فيه
صاحب العقد فقده، ضاع منه. ففي الحالة دي ممكن المحكمة تحيل التحيل لإثبات العقد اللي ضاع أو فقد من الخصم أو من المدعي. في جميع الأحوال الوقائع المادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود، الوقائع المادية. عشان كده في أغلب القضايا اللي فيها حد عايز يثبت وقعة معينة مادية، المحكمة بتستجيب وبتحيل الدعوة للتحقيق. طيب يوم التحقيق بقى، يوم الجلسة بتاعت التحقيق، مفروض ومهم جدا حضورك كمحامي. وتحضر ازاي بقى؟ حضرتك بتدخل طبعا المحكمة، بتدخل شاهد شاهد. المحكمة بتسأل الشاهد اول سؤال طبعا، بتقول له قول، مش بتسأله بتحلفه، قول والله العظيم اقول الحق، والله العظيم اقول الحق. بتسأله بتقول له صلتك بالطرفين، عايزة تشوف علاقته بطرفي الموضوع. بعد ما بتسأله السؤال ده صلتك بالطرفين، تبدأ تسأله في تفاصيل الموضوع. بعض القضاة من الذكاء بصراحة جدا، هم كلهم ما شاء الله يعني بيتعاملوا مع الأمور التحقيق ده بمنتهى الجدية والأمانة للوصول للحقيقة. فدايما القاضي يسأل الشاهد يقول له أنت جاي تشهد ليه؟ على إيه؟ على ما تشهد؟ أو ما هي يعني أنت جاي عشان تشهد على إيه بالظبط؟ طبعا القاضي ما بيقول له دي بيجيب اللي في نفسه مباشرة. أي واحد داخل كشاهد بيبقى في دماغه حاجات معينة عايز يقولها، فالقاضي يقول له أنت جاي تشهد على إيه؟ فيبدأ يقول كل اللي كان جواه. يبدأ القاضي تدريجيا ياخد جزئية جزئية ويفندها ويحللها معاه. طيب طبعا ده شغل المحكمة، احنا لا نتدخل في هذا، لكن انت بقى دورك كمحامي ايه؟ دورك كمحامي انك انت حضرتك بتحضر التحقيق ومعاك ورقة ومعاك قلم، وتبدأ والمحكمة بتسأل الشاهد، حضرتك بتسجل ملاحظات على اللي بيقوله الشاهد. هتقول للشاهد مين فيهم الشهود الأربعة، الاثنين بتوعك والاثنين اللي خصمك بيستعين بيهم، تسجل ما يقولون أو ملاحظاتك على تلك الشهادات. ليه؟ لأنك أنت ممكن تلاقي نقطة معينة أنت محتاج تناقشه فيها، أو أنت عايز إن هو الشهادة بتاعته دي فيها نوع من الكذب، فتبدأ تواجهه عشان توصل للحقيقة من خلال ما يقول. طبعا أنت مش بتقوله، بتقوله بتسأله على طول، أنت بتستأذن المحكمة بعد ما بتخلص أسئلتها، لو سمحت أنا عايز أسأل الشاهد في كذا. القاضي بتقول للقاضي السؤال، والقاضي هو اللي بيسأل الشاهد عن السؤال اللي حضرتك قلته. طيب القاضي قالك لا أنا مش عايز أسأل، خلاص. أحيانا بيبقى السؤال ترى المحكمة أنه لا محل له أو لا جدوى منه، فبتقولك لا لو سمحت أنا مش عايز. بتبقى أنت جاهز بقى بمجموعة أسئلة أو سؤالين ثلاثة بتركيز شديد، بحيث أن يبقى لهم وجاهة تخلي المحكمة تقتنع ان هي تسأل، وتبقى حريصة وعامل زي ما يكون انت بتكمل للمحكمة اللي هي عايزة توصل له في الحقيقة. هديك مثال، لو ان المحكمة عاملة تحقيق بشأن دفع بصورية عقد، يعني دفع بصورية عقد بيع، المورث باع لحد من الورثة نص العقار، ودي واقعة حقيقية بصراحة، فطعن على هذا العقد بالصورية، وأحالت المحكمة الدعوة للتحقيق لإثبات الصورية في هذا العقد. هنا لازم تنتبه إلى نقطة مهمة جدا، أن المورث بنص المادة 917 إذا باع ورغم البيع ظل حائزا ووضعا اليد على العقار ينتفع به ويتنعم بريعه وظل حائزا له حتى وفاته، فهذه قرينة قانونية على ان هذا البيع ليس بيعا، وانما هو وصية لا تزيد عن حدود الثلث التلت فقط. طيب لو في التحقيق القاضي لم يتطرق للجزئية دي، انت ممكن تسأل بقى الشاهد، تقول له طيب الله يرحمه بقى اللي انت الراجل اللي بعده، هل كان وضع اليد طول مدة حياته على المكان؟
طب انت لو هو باع انت من اين عرفت ان هو باع؟ طب في قبض للثمن؟ طب هل شهدت قبض الثمن؟ يبقى اذا انت لازم وانت رايح في التحقيق ده تبقى جاهز انت بتخيل وتصور كامل في التعامل مع المسألة، بحيث ان انت لو اخفلت المحكمة بعض النقاط تكون انت جاهز بكل النقاط، لان دي قضيتك اللي هتحسم من خلال التحقيق اللي انت بتحضره وبتتابع فيه ده. فضروري جدا متابعة ما يقول الشهود وتسجيل الملاحظات وسؤال الشهود زي ما قلنا عما يعني تريد ان تستجليه من معلومات بشأن شهادتهم، عشان في الآخر نصل إلى الحقيقة التي من خلالها يتحقق العدل الذي نبتغيه جميعا. يعني عشان ما نطولش على حضراتكم هنكتفي بكمان وسيلة من وسائل الإثبات، ونرجع إن شاء الله الحديث عن باقي وسائل الإثبات في محاضرة أخرى بإذن الله. هنتكلم عن إحدى وسائل الإثبات وهي القرائن. يعني إيه القرائن؟ معناها استنباط أمر مجهول من أمر معلوم. طيب القرائن دي نوعين، في القرائن القانونية وفي القرائن القضائية. القرائن القانونية المشرع نفسه حط بعض القرائن في القانون بحيث إن هي تساعد القاضي على للوصول إلى الحقيقة، زي المادة اللي احنا كلمنا عنها من شوية، المادة 917 من القانون المدني اللي هي بتقول إذا باع المورث جزء من أملاكه وظل رغم البيع حائزا وواضعا اليد على العقار ويأخذ ريعه وظل هكذا حتى وفاته، فإن هذه تعد قرينة قانونية بنص القانون، هي بقى قرينة قانونية على ان هذا البيع في حقيقته عقد ايه؟ وصية. تفرق؟ اه تفرق. ما لو اثبتنا ان هو باع عقد وصية يبقى هذا البيع لا يسري الا في حدود تلت التركة اللي هو من حقه ان هو يوصي بها في حياته، وبالتالي يبقى دي صورة من صور القرائن القانونية. ايضا المادة 101 من قانون الاثبات وضعت قرينة وهي الأحكام النهائية التي لا تقبل الطعن بالطريق الاعتيادي. دي تعتبر قرينة قانونية قوية، حكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه، هذا يعد عنوان للحقيقة، لا يجوز بقى المجادلة فيما قرره أو فيما انتهى إليه بأي أمر من الأمور لأنه يمثل عنوان الحقيقة وفقا للقانون. في أحيانا تبقى بقى قرائن قضائية اللي بيستدل القاضي على الأمور فيها من خلال الوقائع والمستندات. يعني مثلا لو واحد قدم إيصال يفيد أنه هو سدد الإيجار الشهر ده، دي قرينة على أنه سدد الشهور اللي قبل كده. مش معقول أنت هتروح تاخد وصل بآخر شهر وهيديك مديرك على آخر شهر وانت ما سددتش اللي قبل، فدي قرينة قضائية المحكمة تستشف منها. توقيع المستلم على إيصال باستلام المبلغ او تسلمه المبلغ، دي قرينة على انه استلم فلوسه. يبقى بالتالي القرائن القضائية تتسع لكل ما تتصوره المحكمة في شأن الإثبات في الدعوة او الوقائع المعروضة امامها في الدعوة. بنكتفي بهذا القدر، واتمنى من حضراتكم ان يكون يعني المحاضرة لها جدوى او قيمة لحضراتكم، وان شاء الله المرة القادمة نتحدث عن باقي وسائل الإثبات التي وردت في القانون المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.